يعني هربت من الزواج، هربت من الجهل، هربت من البيع والشراء، سوق البيع والشراء. 4800 طفل زج بهم في التجنيد، تجنيد الأطفال في واحدة من أكبر جرائم العصر. دعوني أقول بأن من شيعة بحوث وصالة في مسألة تجنيد الأطفال استعارت الذاكرة المؤلمة التي كانت تتم في أفريقيا أيام الحروب الأهلية في أفريقيا، ونعمل مع المنظمات الدولية الأمم المتحدة وغيرها في إعادة تأهيل الأطفال وتجنيدهم حال الفارق. عندما أطلقت ندى الأهدى نداء استغاثة لخادم الحرمين الشريفين، تم إدخالها المملكة العربية السعودية والقيام برعاية كاملة ومتكاملة لها. الآن يعاد تسوية وضعها وفقا للإجراءات التي تحافظ على كرامتها كطفلة تعرضت لكثير من الاضطهاد. اليمن تعاني من هذه الإشكالية، سواء ما يتعلق بزواج القاصرات أو ما يتعلق أيضا بالاضطهاد للطفولة بصورة عامة، بالإضافة إلى أيضا تجنيد الأطفال اللي تحدثنا عنه. الآن كثير من الجبهات يتم تغذيتها بأطفال لا يجيدون حتى حمل السلاح، فلذلك من خلالكم ندعو المجتمع العربي والمجتمع الدولي لإدانة هذه التصرفات التي يقوم بها المخلوع حلفاء الحوثية. الموت أرحمني، إنني أموت ولا أبقى، أنا أفضل أن أكون عند عمي ولا أفضل عندهم، يقتلوني، يهددوني، يغلوني، إذا رحت عند عمك بنقتلك، يعني إيش هذا؟ إيش تهدد؟ يهددوا الأطفال، يرضيكم زيي أنا كذا، ها يزولوني، يرضيكم. هل تيل هذا ما يغلقني يا مريم؟ أصبر على شيء. نحن حاليا ما زلنا ندافع عن حقوق الطفولة، وتقدمنا بجملة من التقارير الإنسانية إلى الأمم المتحدة بما فيها الانتهاكات التي تحدث، وهناك تقرير خاص بالأطفال، ومن ضمن تقرير الأطفال تعرضنا لكثير من القضايا التي تخص انتهاكات الطفولة في اليمن. نحن لدينا انتهاكات خطيرة جدا فيما يخص الذكور، عندنا موضوع قضية تجنيد الأطفال التي وصلت لأكثر يعني قرابة 5000 طفل تم تجنيدهم للمشاركة في هذه الحرب الجائرة، بالإضافة لمثل هذه الانتهاكات التي تمارس ضد الفتيات سواء بإبعادهن عن التعليم أو بالزواج المبكر وغيرها من الانتهاكات التي جعلت من الطفولة في اليمن مكان أكثر تكدسا للانتهاك والانتزاع الحقوق. لسه الدخول أكبر، لسه الدخول. لا تبكي يا صغيري، لا أنظر نحو السماء، من قلبك الحرير لا تقطع الرجاء، إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. أهلا بكم مشاهدينا، مشاهدين قناة ABC، معكم ياسمين إبراهيم وحلقة جديدة من ستايلش. النهاردة رجعنا لكم بحلقة مختلفة عن ما عودناكم. حلقتنا النهاردة هتبعد عن الفاشن والموضة، النهاردة هنروح لحتة بعيدة صعب إننا نتخيلها. النهاردة معانا بنت جميلة، بدل ما تكون مع صحابها في المدرسة، بدل ما تلعب مع الأطفال اللي مسنها، الطفلة شافت جميع أنواع العذاب والحرمان، لكن هي أثبتت وإدت درس للعالم إنه يكون في عنده شجاعة ومصابرة. معايا النهاردة الطفلة الجميلة البريئة الشجاعة، ندى الأهدل. أهلا بيكي يا ندى، نورتيني في ستايلش. الله يخليكي، شكرا لك. أنا سعيدة بأنك معايا النهاردة، ومعايا بنوتة صغنونة شجاعة، والمشاهدين كلهم هيعرفوا مين هي ندى وإيه هي سر الشجاعة. ندى، في البداية عايزة أعرف منك مين هي ندى الأهدل وإيه هي قصتك؟ أولا أنا ندى الأهدل، أنا من اليمن، أنا بنت عادية حبت يكون لي حقوقي زي أي طفل. قصتي أنه أجبروني على الزواج فأنا رفضت، فحبيت أني أعيش مع عمي وليس مع أهلي. مين اللي أجبرك على الزواج؟ أمي وأبي، أهلي يعني. هما مش متعلمين؟ مش متعلمين، وكمان العادات والتقاليد تجبرهم انهم يسووا ذا الشيء. كانوا عايزين يجوزوكي. انت عندك كم سنة يا ندى؟
قبل ما كانوا يشتوا يزوجوني كان عمري 10 سنوات. وانت دلوقتي عندك كم سنة؟ 13. بنتي شايفة ان ممكن يكون اهلك عملوا كده يا ندى عشان هم مش متعلمين ولا عشان حاجة معينة انت شايفاها من وجهة عشان نظرك؟ عشان الفقر وعشان مش متعلمين وعشان العادات والتقاليد. وانت انت عملتي ايه لما هم عملوا حاجة زي كده؟ انت هربتي من البلد؟ انا هربت من البيت لعند عمي، بس ما كان عمي موجود فهربت لعند المديرة حقي. مين المديرة اللي انت رحت لها؟ مديرة فرقتي، كنت انا اشارك في فرقة نجوم المدينة، فكان فيها انا تبع المدرسة؟ يا تبع المدرسة، فكان فيها اناشيد وذي الاشياء يعني حقا. جلستي عند المديرة دي فترة يعني ولا؟ هربت انا وياها من صنعاء للحديدة. حديدة دي بلد جنب الحديدة؟ هي بلدي انا، بس انا عايشة بصنعاء مع عمي، اهلي كانوا عايشين بالحديدة بس طلعوا لصنعاء. وبعد ما هربتي معها رحتي فين؟ رحنا للحديدة، طلعت هناك الفيديو، كلمت عمي بالواتساب، كلمته تليفون جواله مغلق طبعا، فحبيت ارسل فيديو واقول لامي ان انا مش مخطوفة، انا موجودة لساتني، وحبيت ارسل عمي رسالة واوجه صوتي للعالم، لان انا مش الوحيدة اللي انه انا اللي اتعرض لذي الاشياء، في اطفال كثير يتعرضوا لذي الاشياء. يعني في البيت عندك فكروا ان انت مخطوفة؟ فانتي عملتي فيديو علشان خاطر تقولي لاهلك ان انا ما اتخطفتش. عملتي ازاي؟ جت لك فكره الفيديو دي ازاي؟ مين اللي قال لك على الفكره دي؟ انا الظروف اللي هذيك اجبرتني اني اسوي ذاك الشيء اساسا. وعرفتي تعملي الفيديو سويت الفيديو وخليت المديره حقي تطلعها بال هي اللي تعمله على اليوتيوب. نعم. فطلعت الفيديو عشان يوصل لعمي كمان، لانه كان ما يرد علي ابدا، كان مسافر للسعوديه، فعمي رجع طوالي لعندي واخذني وطلعنا لوزاره الداخليه، وابي اخذ اتفاقيه انه لا يزوجني فوق 18 سنه. الفيديو ايش شعورك لما نزل الفيديو وجالك 6 مليون مشاهده؟ حسيت انه صوتي وصل، بس اذا صوتي وصل طيب ما تساعد الاطفال، هذا الشيء اللي ازعجني جدا. حبيت انه يساعدوا الاطفال فقط، يعني انا ممكن كنت انا الان حلت قضيتي، بس اطفال كثير، يعني الان 8 حالات، يقول دراسات تقول 8 حالات يوميا يموتوا الاطفال، تموت الاطفال بسبب الزواج المبكر. عندك حد من اخواتك مر بالتجربه ديت؟ اختي الكبيره تزوجت، واختي الثانيه كانت تتزوج، بس يعني لما طلعت قضيتي انا منعتهم. مناتي اختك الصغيره ان هي تعمل كده تتزوج، لكن الاولانيه انت كنت صغيره. الاوليه خالتي تزوجت وحرقت نفسها وماتت، واختي الثانيه تزوجت بس حرقت، يعني هددتهم انه ما بتبغى تتزوج، حرقت نفسها فزوجوها وهي حارقه. فانا لما شفت كذا انه الزواج يعني يمر، اللي خلاني كذا انه الزواج اصلا كله حرق وموت، فأنا خفت أكون ضحايا زي ضحاياهم، فحاولت أسوي بقدر استطاعتي إني أهرب أو أرسل صوتي للعالم، أرسل صوت الأطفال الآن اللي يحتاجوا. ممكن أنا أقدر أتكلم بس غيري ما يقدر يتكلم. طيب ندى، أنت شايفة وضع اليمن دلوقتي وصل لكده إزاي؟ الآن الذي انقلب على الحكومة، اللي يفجروا اللي جندوا الأطفال، اللي يفجروا البيوت، اللي خلوا المدارس سكنات عسكرية، مش لصالحهم انها تكون الحكومة موجودة عشان يقدروا ياخذوا راحتهم مثلا ويسووا البلد اللي بكيفهم، يعني يخربوا البلد. نرجع تاني لقصتنا يا ندى، لما انت هربتي، بعد ما هربتي ايه اللي حصل؟ دخلت رحت لوزارة الداخلية، قلت ماشيش اعيش مع اهلي، ايش اعيش مع عمي، وانه اهلي ما يزوجونيش فوق لما اكبر. يعني انت سبت اللي هي الست ديت ورحتي لعمك، ولا روحتي انت وهي لعمك؟ عمي اجى لعندي. عمي اجى عندي بعد ما شاف الفيديو وجالك؟ نعم، وتواصل مع اصحابه. صح، اصحابه كانوا يخوفون شويه، ارجع الى عند اهلك ما ينفعش، فاجى عمي لعندي واخذني وطلعنا وزاره الداخليه. وبعد كده؟ وبعد كده خلاص انا عشت مع عمي، ودحين ابي ما يقدر يتزوجني طبعا. يعني انت دلوقتي عايشه مع عمك؟ انا عايشه مع عمي، انا طلبت هذا الشيء انه ما اقدر اعيش مع أهلي. واهلك ايه موقفهم لما عشتي مع عمك؟ اعترضوا ولا قالوا عادي؟ لا، اصلا تعهد انه خلاص ابي عمي صار زي ابي. طيب ندى، احنا سمعنا ان انت اتحجزتي 10 ايام في صنعاء، احكي لي على الموضوع دوت. الموضوع صراحه ما قدرت اتكلم لك عنه صراحه، لانه لما رحت هناك وانسجنت كان في قدامي اطفال ضحايا كثير، يعني لما شفتهم انا صراحه بكيت، ما قدرت اتكلم عليك لانه انا ممكن ابكي يعني الان، كثير اوجعوني بجد يعني اطفال. ليه محبوسين الاطفال دول؟
يعني مش محبوسين يعني زي انه مقر قاعده فيه يعني جلسه. طب ليه اخذين الاطفال دول بياخذوهم ليه؟ عندهم مشاكل، عندهم قضايا مثلا قضيتي انا، فعندهم اكبر من قضايا واكبر من مشاكلي انا. فصراحه لما هناك رحت شفت انه بكيت انه في اثرت فيك ازاي؟ انه لما خرجت اشتي اصيح اشتي اقول للعالم في ناس يحتاجوكم، في ناس يحتاجوا مساعده منكم. فخفت انه ما حد يتجاوب لي او شيء. تجستي في صنعاء ليه؟ السبب؟ عشان يمنعوني اطلع ظهور اعلاميا يعني. لما شافوا الفيديو فقالوا ان انت هتروحي تطلعي في الاعلام وممكن تتكلمي، فاحتجزوكي في صنعاء عشان كده. كلميني عن وقعة خطفك انت وعمك في عدن. حصلت ازاي؟ كنا في الفندق اول ما جينا، فاجوا ناس خطفونا لثموا عيوننا، كانوا كمان ملثمين ومسلحين. فجلسنا مشينا بالطريق طبعا كثير جدا يعني. ما عرفتيش منهم؟ ما عرفت منهم ابدا. فحطونا في الغرفة ويعطونا لا ثياب ولا شيء 14 يوم. فكانوا ما يتكلموش، نقول لهم ليش انتوا خاطفنا، وما كانوا يدوا لنا اي رد. فكانوا بعض الاحيان يعطونا اكل، بعض الاحيان ينسوا تماما انهم يعطونا اكل. كنا بعض الاحيان جلس جوعانين يوم كامل، فكنا بنفس الثياب بنفس يعني 14 يوم قد خلاص. 14 يوم؟ فكانوا يجوا كل يوم يدوا لنا عن الخلاف الإسلامي درس ويروحوا. كانوا كمان ملثمين بنفس الوقت. ما هددوكيش بالقتل ولا كانوا بيضربوكي ولا؟ لا، بس كنت أسمع جنبنا الرصاص، بعدين أصوات، بعدين سكوت. بعدها أخذونا رجعونا الفندق، قالوا لنا ليش أنتوا طلعتوا نشرتوا شيء؟ قلنا إحنا ما نشرناش حاجة يعني. طبعاً الإعلاميين طلعوا اختطافنا ذا الأهدل. فقلنا احنا مسوينا شيء، حتى ثيابنا وكل شيء عندكم احنا جالسين، وحتى مش عارفين ليش انتم خاطفيننا اصلا. فقالوا خلاص اسكتوا وممنوع تظهروا اعلاميا. قلنا طيب. فطوالي رحنا من هناك، خفنا يعني من عدن، فرحنا للوديان. يعني نفس القصه اللي حصلت في صنعاء حصلت في عدن، بس هنا مع اختلاف المعامله. لا، في صنعاء كان من وزاره الداخليه. وزاره الداخليه لكن في عدن اختطاف برضو. بس في الحالتين عشان ما تظهريش اعلاميا. سواء هنا او هنا. بعديها عملتي ايه؟ بعدها رحت ازاي سابوكوا؟ سابونا بعد ما طلعت الاعلام وضج الاعلام انه اختطافنا ده الاهدل. فسابونا وبعدين قالوا ممنوع تظهروا اعلاميا ابدا. ندى مين مثلك الاعلى في حياتك؟ عمي. ليه هو مثلك الاعلى؟ انا هو اللي علمني دروس الحياه، هو اللي يقودني للمستقبل، هو اللي يعلمني كيف أكون، كيف أدافع عن حقوق الطفل. مين أكتر حد بتفتقديه في اليمن؟ أخواني. نفسك ترجع اليمن تاني؟ إن شاء الله، بس لما يكون في أمان في اليمن إن شاء الله. ما أنتش خايفة يعني؟ لا مش خايفة، إذا في أمان في اليمن ليش أخاف؟ طيب كلمينا عن فيلم أنا نجود. عايزك تكلميني عن الفيلم دوت. إيه إزاي حصلت؟ إزاي جيت فكرة الفيلم؟ يعني عن كل حاجة. الفيلم هو انه انا المنقذة، انه نجود تتزوج وانا انقذها، اوديها الى اللعب والاطفال وذي الاشياء، يعني ابعدها عن الزفاف، اوديها الالعاب والاطفال دي. يعني مين اقترح عليكي ان قال لك تعالي نعمل فيلم؟ مين؟ طبعا هم جو من فرنسا، ناس فرنسيين وعملوا الفيلم. هم اللي عملوا الفيلم. وانت يعني وانا عرفوكي طبعا عن طريق الاعلام لما شافوا الفيديو بتاعك. نعم، وانا كنت المنقذه لنجود. والفيلم دوت يعني هم اللي اتحملوا تكاليفه وكل حاجه. نعم. وهم اللي عملوا الفيلم. يا. طيب بكلمينا عن احساسك لما خد جائزه دبي في مهرجان السينمائي، كان ايه شعورك؟ فرحت جدا، فرحت يعني وانبسطت، بس كنت نفسي احضره بس ما قدرت. الظروف معاكي. هل فعلا تم احتجازك تحت الإقامة الجبرية عشان ما تستلميش الجوائز بتاعتك في سويسرا؟ حاولت أسافر عشان أستلمها، والحوثيين منعوني من السفر، حطوني تحت الإقامة الجبرية. حاولت أسافر لمطار صنعاء، منعوني طبعا. فرجعت سافرت، قلت بقفل مطار صنعاء، بعدين قلت بسافر لعدن من عدن. فأخذوني وقالوا لي ممنوع، ورجعوني إلى صنعاء بطقم، وقالوا لي إذا أنت رحتي أو سافرت تحاولي تعملي حركة فلا تلومي لنفسك. فرجعت رحت لعدن بعد التنكر، وتنكرنا ودخلنا في صراعات وحرب وضرب.
رصاص قدامنا واهتهجم علينا شخص بمسدس. فوصلنا مطار عدن كان مقفل. كل ده انت وعمك؟ ايه رايك في يا ندى ان في ناس بتقول ان انت بتفتعلي الحاجات دي كلها وكل الحاجات دي مش صح؟ لو انا يعني لو انا مثلا اكذب مثلا 60% من الاطفال يتزوجوا قاصرات، وثمان حالات دراسات تقول 8 حالات يوميا يموتوا بسبب الزواج المبكر. فقضيتي هم يشتوا يخفوا القضايا للزواج القاصرات نهائيا. يعني انت بتقولي انه مش صحيح الكلام ده؟ اكيد مش صحيح. يعني وليش ابي يعني تعهد انه ما يتزوجين فوق 18 سنه الا وانه في انه ابي كان يبغى يزوجني اساسا. حياتك ودراستك اكيد اثروا بكل الحاجات اللي حصلت لك دي. كلميني عن دراستك، انت بتدرسي دلوقتي، الحاجات دي اثرت فيك ازاي؟ اثرت في دراستك قد ايه؟ انا هذا الشيء كله عملته عشان ايش؟ عشان بس ادرس، عشان انا اتعلم، فما خليت هذه الاشياء تاثر فيني، فحاولت ابعد هذه الاشياء عني لانه لازم ادرس، لانه دراستي هي اللي بتخليني انجح في حياتي. انت حاليا في انهي صف؟ ثاني متوسط. بالنسبه لكتابك اللي قمتي بتاليفه زي ما احنا شايفين، جات لك منين فكرك ده انك تاليفي الكتاب دوت؟ انا شايفه ما شاء الله عندك كتابين، فمين اللي جات لك منين الفكره دي انك تالفي كتابك؟ مين اللي ساعدك في كتابك دوت ان هو يتعمل او يتنشر؟ طبعا الكتاب هو عن تفاصيل بدايه قصتي. مين اللي فكر لك في فكره كتابه قصه حياتك؟ مين اللي جات لك منين الفكره؟ جات لي انا الفكره، وكمان يعني حاولت الناس كمان ساعدوني. انت صاحبه الفكره؟ طب ومين اللي مين اللي عملوا الكذا لغه؟ انا شايف ان هو معمول باللغه هم اللي صلحوا. يعني هم نفس اللي عملوا الفيلم؟ هم نفسهم. سمعت انك عندك مؤسسه اسمها مؤسسه ندى لحقوق الاطفال، ايه؟ فكلميني عن فكره المؤسسه دي. هي طبعا تدافع عن حقوق الاطفال، تدافع عن حقهم يعني بتكون انت اللي عامله المؤسسه دي؟ كمان عندي مشروع تكلفة صفر، بيكون قاعدة بيانات منظمات العالم. هيدعم من مين المشروع ده؟ مين اللي هيدعمه؟ هيدعمه إن شاء الله كل المنظمات إن شاء الله في العالم. إن شاء الله بيكون منظمة عالمية، بيكون لها يلجأ كل الطفل إن شاء الله. وبسبب هذا المشروع إن شاء الله إن شاء الله يكون مشروع ناجح، أول مشروع في العالم طبعا هو إن شاء الله. يا حبيبتي سافرتي برا يا ندى؟ ايه اللي عجبك برا لما سافرتي؟ العادات والتقاليد وفي حضارتهم، ايه اللي عجبك؟ لما سافر ما جلست كثير طبعا، جلست شويه بس عشان مقابله تلفزيونيه. ما فيش حاجه معينه عجبتك؟ لا عجبتني بس ما سافرت كثير طبعا، يعني ما جلست كثير. ما عجبتك الثقافه والحضاره تبعهم؟ عجبتني يعني عجبتني لبنان، عجبني البحر، عجبني. سمعت انك وزيره في حقوق الانسان لحقوق الاطفال، عايزة أعرف بقى الموضوع، تكلميني عنه. صغيرة كده هوت ووزيرة إزاي بقى؟ هذه حكومة الأطفال طبعا كلها عن تدافع عن حقوق الأطفال. إن شاء الله بتكون إن شاء الله جزء كبير. قلت لك منين الفكرة دي بقى أنك تبقي وزيرة؟ مين اللي قال إن أنت هتبقي وزيرة؟ طبعا رئيس الوزراء هو اللي قالني أنا أصير وزيرة. ما شاء الله يعني. اللي هو تبع اليمن؟ وهو عينك انك انت تكوني وزيره. هتعملي ايه بقى لما تكوني وزيره؟ عايزه اعرف. اكيد 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 بدافع اول شيء عن حقوق الطفل، اول شيء، لانه الان اكثر شيء انتهاكا هو حقوق الطفل. الان اطفال اليمن لا عندهم لا حقوق ولا شيء. الان صار ازاي هتساعدي اطفال اليمن؟ هتساعديهم ازاي؟ انا ما بقول لهم صيحوا وقولوا، لانه بتكون مثلا بيكون عليهم خطر اكبر يعني. فأتمنى من المنظمات أنها تشتغل على حقوق الطفل، أنها تحميهم من الأضرار، من العنف الأسري، من العبودية، من تجنيد الأطفال، من حاجات كثيرة. فأتمنى تطبيق القانون والقوانين، وأتمنى من الأمم المتحدة أنها تحاسب وتراقب الذي أي دولة تنتهك حقوق الطفل. نفسك تعملي ايه بكره؟ اساعد الاطفال اليمن واطفال العالم. بس الاطفال؟ نفسك تبقي ايه لما تكبري؟ تطلعي ايه؟ نفسي بس ادافع عن حقوق الطفل، ادافع عن حقهم، لانه الان الاطفال. لا نفسك تشتغلي ايه لما تكبري؟ تطلعي ايه؟ في يعني بتحبي تطلعي يعني انت دلوقتي لما يعني تتخرجي وتخلصي تعليمك عايزه تبقي ايه؟ ناشطه ان شاء الله حقوقيه. ناشطه حقوقيه؟ ما شاء الله يا حبيبتي. تحبي تقولي كلمه اخيره وشكر لمين؟
أشكر والدي الملك سلمان حفظه الله ورعاه على احتضان اليمنيين واحتضاني، وأشكر مركز الملك سلمان ومنهم عبد الله ربيعة، وأشكر الحكومة اليمنية على وقفها معي، وأشكر رئيس الوزراء الحكومة اليمنية، وأشكر عبد الرقيف فتح، وأشكر أيضا نائب رئيس الجمهورية، وشكرا كل من ساهم معي وساعدني على نجاحي، وأشكر كل من وقف مع أطفال اليمن. إن شاء الله أنت دلوقتي صغنونة وبتحمي حقوق الأطفال، إن شاء الله تكبري وتحمي حقوق الكبار وحقوق المناصب، إن شاء الله تمسكي أعلى المناصب يا ندى. وأنا مبسوطة جدا بلقائي معاك النهاردة، اتشرفت بمناضلة زيك شجاعة، أنت هيرو العرب. احنا كلنا اتعلمنا درس منك، ان لما حد يكون عنده حلم لازم يكون مصر ان هو يحققه. انا مبسوطه منك جدا وتشرفت بلقائي معاكي، واكيد كل اللي هيشوفونا اكيد هيتشرفوا بيكي، واتمنى لك التفوق والنجاح والتقدم، ودايما يكون عندك رساله وتوصليها للدنيا كلها وللعالم كله. واشكرك مره تانيه لوجودي معاكي. اعزائي المشاهدين، انتهت وقت حلقتنا، اتشرفت بيكم، وأنا أتجدد لقائي ليك وتحياتي في حلقة جديدة وموضوع جديد من ستايلش. أشوفكم على خير.